الجيش اللبناني يبدأ بتعزيز وجوده في منطقة جنوب الليطاني. هوكشتاين يشدد على وجوب مغادرة حزب الله جنوب الليطاني، ولودريان يبدأ مهمة البحث عن رئيس للبنان. مقترح جديد لهدنة في قطاع غزة لمدة 8 لـ4 أسابيع يتخلله إفراج حماس عن 8 رهائن. 100 قتيل من الجيش السوري وهيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة في ريف حلب، وتركيا تدفع بتعزيزات مكثفة. صباح الخير مشاهدينا، هذه روناك عادل ترحب بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث. بدأ الجيش اللبناني بنقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني ليباشر بتعزيز انتشاره في القطاع بالتنسيق مع قوات اليونيفيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي بدأ سريانه أمس. وقال الجيش اللبناني في بيان له إن ذلك سيأتي استنادا إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن ببنوده كافة والالتزامات ذات الصلة. وأضاف بيان الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية المعنية تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها. الجيش اللبناني يحرك آلياته نحو الجنوب تمهيدا للانتشار على طول الحدود، فهو من سيحكم قبضته على المنطقة وفقا لأحد البنود 13 المتفق عليها لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. خمسة آلاف جندي لبناني سينتشرون جنوبا في المرحلة الأولى، ثم يتبعهم 10 آلاف آخرين في المرحلة الثانية كبديل لقوات حزب الله، وهم مكلفون بمهام الدفاع والأمن ضد العدوان الخارجي، بالإضافة إلى مواجهة التهديدات والقيام بعمليات الإغاثة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات. وسينفذون هذه المهام بمجرد تنفيذ الاتفاق الذي يفضي إلى إحكام السيطرة وانسحاب إسرائيل تدريجياً خلال فترة تصل إلى 60 يوماً. في هذا اليوم تبدأ مسيرة 1000 ميل في إعادة إعمار ما تهدم واستكمال تعزيز دور المؤسسات الشرعية وفي طليعتها الجيش الذي نعلق عليه الأمال العريضة في بسط سلطة الدولة على كل مساحة الوطن وتعزيز حضوره في الجنوب الجريح. الانتشار الكبير للجيش اللبناني وضع تساؤلات حول مقدرته على المواصلة في ظل نقص العدد والعتاد والافتقار إلى القدرات الصاروخية والأسلحة المتطورة، حيث نشر الموقع الرسمي للجيش حاجته لمتطوعين ضمن عدة شروط ومستندات مطلوبة،
يذكر أن الاتفاق يخضع لإشراف دولي بقيادة الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصبح اتفاقاً دائماً بعد فترة 60 يوماً. ووفق موقع Global Fire Power المتخصص بالشؤون العسكرية، فإن الجيش اللبناني يحتل المرتبة 118 بين أقوى 145 جيشاً في العالم، ويصل عدد قواته إلى 80,000 جندي. مع إعلان الجيش اللبناني البدء بتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة في لبنان، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أن الجيش ما يزال يتمركز في جنوب لبنان، مجددا على أن المقاتلات الإسرائيلية مستعدة للتحرك إذا اقتضت الحاجة. دخل اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان حيز التنفيذ، وبدأت مهمة الجيش الإسرائيلي في تنفيذ هذا الاتفاق. سيتعامل الجيش بحذر، وأي خرق للاتفاق سيتم الرد عليه بالنار. لا تزال قواتنا تتمركز في جنوب لبنان في القرى والمناطق التي سيشهد بعضها انسحابا تدريجيا وفقا للاتفاق. في الأثناء تتابع طائرات سلاح الجو التحليق في سماء لبنان، تجمع المعلومات وستطلع تظل جاهزة للتحرك إذا استدعت الحاجة. أعلن الجيش الإسرائيلي فرض حظر للتجوال في مناطق تواجده جنوب نهر الليطاني، فيما قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي قتل 6 لبنانيين اقتربوا من مواقعه في جنوب لبنان، واعتقل 4 عناصر من حزب الله بينهم أحد القادة بعد دخولهم المنطقة المحظورة. سكان جنوب لبنان انتبهوا، نذكركم أن جيش الدفاع لا يزال منتشرا في مواقعه في جنوب لبنان وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار. قواتنا ستتعامل مع كل تحرك ينتهك هذا الاتفاق وبحزم. من أجل سلامتكم وأمن عائلتكم يحظر عليكم الانتقال جنوبا نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو نحو قوات جيش الدفاع في المنطقة. كل تحرك نحو هذه المناطق يعارضكم ويعارض حياتكم للخطر. كما أخبركم أنه ابتداء من الساعة 5 مساء وحتى صباح غد في الساعة 7 صباحا يمنى بشكل مطلق الانتقال جنوبا من نهر الليطاني. من يتواجد شمال نهر الليطاني ممنوع عليه الانتقال جنوبا، من يتواجد جنوب نهر الليطاني يجب عليه أن يبقى في مكانه. لا ننوي المساس بكم، لكن القوات لن تتردد في التعامل مع كل تحرك محظور في هذه المنطقة. سنقوم بإبلاغكم عن الموعد الآمن للعودة إلى منازلكم. من صيدا ينضم إلينا الصحفي محمد البابا. محمد صباح الخير، أبدأ معك من تحركات الجيش اللبناني إلى مناطق الجنوب تنفيذا لبنود الاتفاق، كيف رصدتها لنا؟ وأيضا تواصل عودة النازحين إلى مناطقهم، وإن كان لديك أي جديد هذه الساعة. نعم صباح الخير هناك. الجيش اللبناني ومنذ الساعات الأولى لبدء سريان وقف إطلاق النار، أي قبل 28 ساعة من الآن، بدأ بنقل وحدات من الفرق الخاصة القوة الضاربة وفوج المغاوير. رأينا بالأمس آليات لفوج المغاوير تنتقل من الشمال من بيروت باتجاه الجنوب، وبدأت تلتحق مع الوحدات العسكرية للألوية والكتائب المنتشرة في جنوب لبنان وجنوب نهر الليطاني. أيضا يعني كان هناك تحذير من الجيش الإسرائيلي قبل قليل وكان له أثر في يعني الجنوب، وهو يعني يحذر انتقال يعني النازحين العودة إلى منازلهم لعدد من القرى بشكل نهائي، يمنع الجيش الإسرائيلي يعني دخول المدنيين إلى شبع الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، الأنطرة، شقرة، برعشيت، ياطر والمنصورة. هذه البلدات التي لا يزال يعني هناك تواجد للجيش الإسرائيلي داخل تلك البلدات يمنع بشكل نهائي يعني اقتراب المدنيين. صرح الجيش الإسرائيلي متى سيبقى هناك ويمنع النازحين من العودة إليها وإن كانت مهدمة بشكل شبه كامل يا محمد؟ يعني كما ترون بخلفي يستمر الجيش اللبناني بنقل وحداته إلى الجنوب، يعني بين الحين والآخر نرى آليات عسكرية للجيش اللبناني. أما بخصوص تواجد الجيش الإسرائيلي بحسب يعني اتفاقية وقف إطلاق النار، هناك فترة لمدة 60 يوما إلى حين انتشار كامل للجيش اللبناني.
الجيش اللبناني يعني سيقوم بنشر وحداته ايضا تدريجيا، لانه من الصعب يعني تعداد الجيش اللبناني بنقل 5000 عنصر في يومين او 3 ايام. هذه ستأخذ مرحلة ربما 3 إلى 4 أسابيع ليصبح الجيش اللبناني قادر على انتشار 5000 عنصر، وبعدها 10000 عنصر بعد يعني فتح باب التطوع لزيادة عديد الجيش اللبناني. أما من ناحية عودة النازحين، بالأمس رصدنا حركة كبيرة منذ الساعات الأولى لبدء وقف إطلاق النار، عشرات الآلاف من يعني النازحين الذين بدأوا بالعودة إلى منازلهم. ولكن اللافت، هناك نوعين من العودة، هناك عودة ل يعني أشخاص عادوا إلى منازلهم وسيبقون في منازلهم يعني ابتداء من اليوم أو من الأمس أو حتى من الغد، ولكن هناك عودة أخرى، هو في بعض المواطنين ذهبوا لتفقد أملاكهم، لتفقد منازلهم، ثم سيعودون إلى يعني أماكن النزوح في البلدات في الجنوب، في الشمال، في صيدا أو في منطقة إقليم الخروب، وذلك لأن منازلهم تضررت بشكل كبير أو المناطق والبلدات هي يعني غير يعني قابلة لاستقبال أن يعني العائدين إلى منازلهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي، بسبب يعني تدمر البنى التحتية، بسبب تدمير المنازل بشكل كبير أو جزئي أو حتى يعني بتضرر كبير. سنتابع معك أي تطور أو جديد خلال ساعاتنا المقبلة، لكن حتى اللحظة شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من صيدا، الصحفي محمد البابا. أكد المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان بشأن وقف إطلاق النار ليس مجرد هدنة، بل هو اتفاق مستدام، مضيفا أنه لا يوجد أي مستند يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار، وكل الضمانات التي تم تقديمها للبنان موجودة داخل هذا الاتفاق. وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني. وكان كشف هوكشتاين أن واشنطن ستترأس لجنة المراقبة بشأن وقف إطلاق النار التي تضم أيضا فرنسا وإسرائيل ولبنان واليونيفيل. وأضاف أن حزب الله انتهك القرار 1701 لمدة أكثر من عقدين، وفي حال انتهكت القرارات الدولية مجددا سيتم وضع آليات لازمة لذلك. وشدد على أن حزب الله وبقية الأطراف يحترموا دولة القانون، معتبر أن وقف إطلاق النار فرصة للبنان واللبنانيين. ورأى هوكشتاين أن لا مشكلة في انخراط حزب الله بالعملية السياسية، وأكد أن الولايات المتحدة ستدعم الجيش اللبناني بشكل أكبر وستكون الداعم الأكبر له وبالتعاون مع المجتمع الدولي. خلال مداخلة مع الحدث، وصف نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب اتفاق وقف إطلاق النار بالجدي والنهائي للحرب، معربا عن أمله في أن تدخل البلاد مرحلة جديدة تجنبها العودة للأزمات السابقة. ما بعتقد أنه هيدا الاتفاق مهدد، أنا بعتقد هيدا الاتفاق جدي، وبعتقد أنه الحرب وصلت لنهايتها. حرب كانت أليمة، حرب كانت فيها دمار كبير، فيها شهداء، فيها مدنيين، فيها دمار، مدنيين استشهدوا، أطفال، نساء، كانت مؤلمة كتير. بالتالي بعتقد وصلنا لمحل اليوم الاتفاق اللي صار، وهلأ أنا وعم بحكي معك يمكن من دقايق وبعده عم يحكي على الهواء المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين البيت الأبيض على الويبينار، عم بيأكد الكلام ذاته أنه هيدا الوقف الإطلاق النار هو نهائي وليس مؤقت. نتأمل نحن أنه لبنان يكون فات بمرحلة جديدة. اليوم من بعد المرحلة اللي مرقنا فيها ما فيها الأمور تكون كما كانت عليه بالسابق في الداخل اللبناني، ومن أول الأمور اللي بدنا نشتغل عليها هو التضامن الداخلي، وما ننطلق على المرحلة القادمة من منطلق غالب ومغلوب، رابح وخسران في الداخل اللبناني أقله. بعتقد الكل اليوم صار منفتح على نقاش وحوار بناء ومنطقي. هدنة لبنان ترسم ملامح المشهد الجديد في جنوبه، وهذا هو مشهد اليوم التالي للحرب في 3 خرائط. بموجب اتفاق الهدنة يتحرك مقاتلو حزب الله شمالاً وتحديداً وراء نهر الليطاني،
أما القوات الإسرائيلية فتنسحب تدريجيا من القرى التي توغلت فيها إلى الداخل الإسرائيلي. في المقابل سيملأ الجيش اللبناني وإلى جانبه قوات حفظ السلام الفراغ في جنوب نهر الليطاني لرعاية التهدئة وضمان استقرار الهدنة. لكن التوغل لا يشبه في طريقته الانسحاب. الجيش الإسرائيلي تعمق في الجنوب اللبناني كما أظهرت الخرائط. في 13 من أكتوبر كان تقدم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية محدودة. بعدها بأسبوعين تحديداً في 1 نوفمبر بدأ توغله في القرى الجنوبية أكثر عمقاً. وفي 25 نوفمبر اتسعت رقعة انتشاره أكثر فأكثر. إخماد نار التصعيد بالهدنة لم يمحو الأثر الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. الخرائط كانت شاهداً آخر على حجم الدمار الواسع والكثيف في قرى الجنوب الحدودية، فيما تتقلص رقعة الدمار في اتجاه الشمال، لكنها تبدو أكثر تحديداً في بيروت وضحيتها الجنوبية. ورغم سريان الاتفاق، أبقى الجيش الإسرائيلي وضع البلدات القريبة من الحدود مع لبنان كمناطق عسكرية مغلقة خالية من السكان، في حين أبدى سكان مستوطنات الشمال الإسرائيلي استياءهم من إبرام الاتفاق، وأقروا بأن ضغوطا أمريكية اضطرت حكومتهم لقبولهم لعدم قطع التسليح. اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لا يشعرني شخصيا بالأمان، ولست مستعدة لعودة عائلتي إلى شالومي. الاتفاق مخيب للأمال بعض الشيء، ولكنني أفهم أنه لم يكن أمامنا خيار آخر بسبب الضغوط الأمريكية، وإلا فلن نتلقى الأسلحة. إنه ليس اتفاق سلام، إنه مجرد وقف إطلاق نار، وسنرى ما سيحدث. وبعيد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت للقيام بجولة على القيادات السياسية بغية الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو أمر مارسته واشنطن خلال حياكة قرار وقف إطلاق النار بوصفه مكملا للاتفاق. ومن المتوقع يتصل إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بكل من رئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي للتطرق إلى ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت. وأفاد موقع أساس بأن لودريان سيحث مفاتيح الانتخاب في لبنان على التقدم خطوة باتجاه تداول المسؤول في الأسماء الجدية المطروحة للرئاسة. هذا ونقل عن سفير في اللجنة الخماسية المعنية بحل الأزمة الرئاسية، نقل عنه قوله إن على اللبنانيين ألا ينسوا أن أزمة بلادهم ليست فقط عسكرية بل اقتصادية ومالية، وتتطلب رؤية مستقبلهم، وعليهم أن يختاروا رئيسا انطلاقا من تلك الخلفية. نحفظ لبنان واحدا قادرا على الخروج مما تعرض له، الخروج أكثر قوة ومنعة وإصرار وثبات على صنع قيامته وتثبيت دوره كأنموذج في التعايش الواحد بين مكوناته الروحية بما يمثل من نقيض لعنصرية إسرائيل. اللحظة هي امتحان لكل اللبنانيين لأي طائفة انتموا، هو امتحان كيف ننقذ لبنان، كيف نبنيه، وكيف نعيد الحياة إلى مؤسساته الدستورية. نحن على ثقة تامة بأن الغد سيكون أفضل، شرط أن نضع خلافاتنا الظرفية جانباً ونطلع إلى المستقبل. فأمل اليوم بعد استعراض كل هذه الأمور
آمل أن تكون صفحة جديدة في لبنان، آمل الأيام المقبلة أن تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية وانتظام الأعمال العمل المؤسسات الدستورية لما فيه خير هذا الوطن. أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على ضرورة استخدام وقف إطلاق النار في لبنان كفرصة لبناء الثقة وتهدئة التوترات والدفع نحو وقف إطلاق نار أوسع، في حين أعرب وزير خارجيته عن استعداد بريطانيا للنظر في رفع تمثيلها العسكري ضمن قوات اليونيفيل. وقف إطلاق النار المعلن في لبنان تأخر كثيرا، لكنه يثبت أن الدبلوماسية يمكن أن تنجح حتى في أصعب الظروف. يجب أن نغتنم هذه الفرصة لبناء الثقة وتهدئة التوترات والدفع نحو وقف إطلاق نار أوسع. نؤكد التزامنا بالوقوف إلى جانب لبنان، وهذا يعني زيادة الدعم له في المستقبل، ويأتي في المقام الأول دعم القوات المسلحة. نحن على استعداد لإعادة النظر في زيادة الوجود العسكري في قوات اليونيفيل، وأود أن أناقش هذه المساهمة مع وزير الدفاع ومع شركائنا في مجموعة الدول السبع مثل إيطاليا التي تلعب دورا كبيرا. الحقيقة هناك عبء منتشر في جميع أنحاء العالم، وأنا لا أريد الجزم بإرسال قوات، ولكنني أريد التأكيد على الوقوف إلى جانب لبنان، وأتمنى أن يصمد وقف إطلاق النار، وسأفعل كل ما بوسعي لضمان ذلك حتى يتمكن الناس في كلا الجانبين من العودة إلى ديارهم. من بيروت ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي بشارة خير الله. سيد بشارة صباح الخير، أهلا بك معنا. هل المعطيات حتى الآن في اليوم الثاني من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تشير على الأقل حتى اللحظة إلى إمكانية نجاحه وسريانه لما بعد 60 يوما؟ سيدتي صباح الخير لك وللمشاهدين. لا شك أن ما جرى أتى بقوة الدبلوماسية الأكبر في العالم، الدبلوماسية الأمريكية. لذلك كانت يعني قبل وقف إطلاق النار كانت الآراء تدل على عدم إمكانية وقف إطلاق النار بسبب إصرار نتنياهو على يعني تحقيق أكبر عدد ممكن من بلق الأهداف. أما وقد تم وقف إطلاق النار فهذا قرار كبير لا يمكن التلاعب فيه ولا يمكن التراجع عنه ولا يمكن نكسه من أي فريق، وخاصة أن كل المؤشرات تدل أن الاتفاقية مبرمة بأفكار كثيرة وبتنازلات كثيرة من الطرفين. ما يهمنا كطرف لبناني خرق وقف إطلاق النار يحمل من يخرق هذا الوقف يعني عمليا تبعات كثيرة، ويمكن الإسرائيلي من إطلاق النار عليه إذا حاول مثلا التسلل إلى منطقة جنوب الليطاني. لا يمكن بتقديري أنا التلاعب في هذا الموضوع لأنه يعني محكم بقوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول الداعمة وسيما الدولة الفرنسية، لكن هناك معضلة تكمن في كيفية التمييز بين العنصر التابع لحزب الله وهو نفسه ابن البلدة الجنوبية التي تدخل ضمن الشريط يعني ضمن منطقة الليطاني المحظور على حزب الله التواجد فيها. هذه نقطة إشكالية لابد من أن تخلق يعني بعض المشاكل في تنفيذها في كيفية تمييز هذا العنصر إن كان عنصرا مسلحا أو هو ابن البلدة. لكن هذه المشاكل التي يمكن أن تخلق بسبب الطبيعة الجغرافية في تلك المناطق التابعة لحزب الله، هل يمكن أن تهدد اتفاق التهدئة سيد بشارة أم سيمضي قدما ولا يكون مؤقتا كما تشير الكثير من وجهات النظر ومن بينها الأمريكية؟ بتقديري لن تكون مؤقتة، هي فترة 60 يوم هي التي تسمح للجيش اللبناني بالانتشار. لكن يعني لا يمكن الجزم بهالموضوع، نقول تبقى العبرة في التنفيذ. لا شك أن حزب الله يعني بالفترة الأخيرة خسر الكثير من قدراته، وهو كان يحتاج إلى مثل هذه التسوية حتى يرتاح. سيد بشارة، ما محددات انخراط حزب الله في العملية السياسية؟ وهل بالضرورة موافقة واشنطن على ذلك يعني موافقة إسرائيل أيضا؟ لا حاجة لا لموافقة واشنطن ولا لموافقة إسرائيل. إن أراد حزب الله الانخراط في السلطة السياسية في لبنان بشكل مدني
من دون سلاح. المشكلة مع حزب الله مشكلة اللبنانيين مع حزب الله، ومشكلة البيئة الحاضنة لحزب الله تقريبا باتت مع حزب الله، ومشكلة المجتمعين العربي والدولي مع الحزب أنه يريد أن يعمل سياسة بطريقة عسكرية. هذا لا يعني لا لم يعد يجوز، ولا أحد في لبنان سيقبل بالاشتراك مع حزب الله في حكومة أو في سلطة أو في أي شيء إذا كان وضعية إذا كانت وضعية السلاح لا تزال على ما هي عليه اليوم. حزب الله بشكله بناسه بتمثيله الشعبي المدني الديمقراطي أهلا وسهلا مثله مثل أي فصيل آخر، لكن أن يكون مسلحا ويهدد السلم الأهلي ساعة يشاء ويعني يعني يستحكم بمفاتيح الدولة من خلال سلاحه وثم يأتي ليقول أنا أريد أن أتشارك معك، هذا سيرضى بذلك سيد بشارة وسينفذ القرار 1559 ويسلم سلاحه للدولة بعد زوال دوره التحريري والدفاعي في لبنان؟ سيرضى بذلك؟ هنا المعضلة الأساسية، لأن حزب الله عمليا يقول أنا أتبنى 1701 في كلام هيك عمومي، لكن إذا دخلنا إلى عمق 1701 نجد 1559 و1680، وإذا كان هناك قوة دولية لتطبيق ما اتفق عليه بين حزب الله وإسرائيل برعاية أمريكية، هو حكما سيضطر إلى تسليم سلاحه، وإلا يكون كل الاتفاق قد ذهب يعني كالريح، أدراج الرياح كما يقال. نعم، شكرا جزيلا من بيروت الكاتب والباحث السياسي بشارة خير الله، شكرا لك. أعلنت فرنسا تغيير موقفها تجاه مذكرة توقيف نتنياهو، وأصدرت بيانا جديدا يعلن أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، في حين كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن مسألة منح الحصانة لنتنياهو كانت محورية في اتفاق لبنان. رابحون كثر من اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وأولهم فرنسا. التفاصيل تبدو بالنسبة للبعض أهم من الاتفاق بحد ذاته، فالحديث يدور عن صفقة وصفقات بحسب شخصيات وازنة من اليسار الفرنسي. فرنسا وبعد صدور مذكرة التوقيف بحق بنيامين نتنياهو قالت إنها ملتزمة بالقانون الدولي وبتعهداتها وبميثاق روما وبأنها تحترم قرار الجنائية الدولية، عبارة رددها وزير الخارجية ورئيس الحكومة قبل أن تضيف مكالمة هاتفية جرت الجمعة الماضي بين ماكرون ونتنياهو إلى العبارة جملة تقول نتنياهو يمكن أن يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. في المكالمة التي حرص الإليزي جاهداً لنفيها أمام سيل من أسئلة الصحفيين قبل أن تسربها إسرائيل وتصبح خبراً أولاً في وسائل الإعلام الفرنسي، حصل ما يشبه الصفقة، فماكرون تعهد لنتنياهو باللجوء إلى الحصانة الدبلوماسية لمنع اعتقاله. مقابل ذلك رفع رئيس وزراء إسرائيل الفيتو عن مشاركة باريس كمراقب وضامن لاتفاق وقف إطلاق النار. مصدر دبلوماسي فرنسي برر تغيير الموقف بأنه كان تضحية قدمتها باريس لصالح لبنان من أجل تمرير الاتفاق، لكن في العلن جاء تبرير الخارجية الفرنسية من بين نصوص القانون الدولي، فقالت إن هذا القانون يعطي الحصانة للدول غير الموقعة على ميثاق روما وأن فرنسا تحترمه، لكنها وعلى ما يقول المنتقدون نسيت أن هذا المنطق ينطبق أيضا على الرئيس الروسي الذي كما نتنياهو لم يوقع على الميثاق، لكن مع ذلك ما تزال فرنسا تتوق شوقا لاعتقاله قبل أن تجيب حتى على هذا السؤال، ما الفرق بين الحالتين؟ ساعتنا الإخبارية مستمرة مشاهدينا، وفيها أيضا بعد الفاصل قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة مع حديث عن مقترح أمريكي جديد لهدنة.
منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قال مراسل الحدث في غزة إن الجيش الإسرائيلي نفذ توغلا مفاجئا في المناطق الشمالية الغربية لرفح بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وعنيف ينذر بوقوع حدث ما لم تعرف طبيعته بعد. وأفاد مراسل الحدث بأن الجيش الإسرائيلي نسف مربعا سكنيا وسط المدينة، كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة على مخيم النصيرات وسط القطاع، استهدفت منازل، كما هزت انفجارات عنيفة مدينة غزة. إذن مشاهدينا من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل حدث خضر الزعنون. خضر أهلا بك معنا. إذن انفجارات عنيفة واستهدافات كبيرة وعنيفة من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق غزة، أين تتركز وماذا خلفت حتى الآن؟ فعلا روناك، يعني الاستهدافات الإسرائيلية لن تتوقف على المناطق المختلفة هنا في قطاع غزة. فمنذ ساعات فجر هذا اليوم سقط عدد من الضحايا والجرحى في صفوف المواطنين بعيد غارات جوية وقصف مدفع إسرائيلي طال مناطق مختلفة هنا في القطاع. القصف المدفع هناك استهدف منازل المواطنين في بلدة بيت لاهيا إلى الشمال من قطاع غزة، وسقط أيضا 4 ضحايا جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلين لعائلتي سحويل وزقوت في منطقة مشروع بيت لاهيا إلى الشمال من القطاع. وكان سقط 2 من الأشقاء من عائلة العوضي بعيد استهدافهم من قبل سيارة إسرائيلية على مدخل مستشفى كمحدوان في بلدة جباليا إلى الشمال من القطاع. أيضا القصف المدفع الإسرائيلي طال منازل المواطنين في المنطقة الغربية من مخيم جباليا وفي منطقتي التوام والصفطاوي إلى الشمال من قطاع غزة. أيضا هنا في مدينة غزة مسعفون قاموا بانتشال 14 ضحية من عائلة أبو دية عقب قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلهم في حي الزيتون إلى الجنوب الشرق من المدينة. غالبية الضحايا من عائلة أبو دية هم من الأطفال. أما في وسط قطاع غزة المدفعية الإسرائيلية استهدفت محيط مسجد معاذ بن جبل في مخيم النصيرات الجديد، وأيضا تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي لمنازل المواطنين في المخيم. لكن في المنطقة الجنوبية من القطاع وتحديدا في رفح، نعم هناك. هل عرفت أسباب التوغل الإسرائيلي المفاجئ في منطقة رفح؟ نعم، حتى هذه اللحظة العملية العسكرية الإسرائيلية وعملية التوغل متواصلة في المنطقة الشمالية من مدينة رفح. كل ذلك يأتي هناك في ظل استهدافات من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي لتلك المنطقة، وأيضا عمليات نسف من قبل الجيش الإسرائيلي وتحديدا في وسط المدينة. حتى هذه اللحظة لم تعرف ماهية الهدف الذي يبحث عنه الجيش الإسرائيلي خاصة في مدينة رفح. نعم هناك. شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من مدينة غزة، مراسل الحدث خضر الزعنون. كشف موقع إكسيوس أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز طرح صيغة جديدة للاتفاق حول غزة، وذلك خلال اجتماع مع الجانبين القطري والإسرائيلي يوم الأحد الماضي. وفق ما نقل إكسيوس عن 3 مسؤولين إسرائيليين، فإن بيرنز اقترح وقفا لإطلاق النار لمدة 4 أسابيع في غزة تفرج خلاله حماس عن 8 من الرهائن الإسرائيليين مقابل إفراج
إفراج إسرائيل عن عشرات الأسرى الفلسطينيين في سجونها. ورجحت مصادر إكسيوس أن يسهم التوصل إلى اتفاق جزئي حول غزة في كسر جمود المحادثات وتحسين الظروف الإنسانية في القطاع، رغم أن المصادر استبعدت في الوقت ذاته إمكانية إحراز تقدم كبير قبل وصول الإدارة المقبلة للبيت الأبيض. أفادت مصادر الحدث أن وفداً أمنياً مصرياً سيزور إسرائيل لدفع المفاوضات حول الحرب في قطاع غزة. مصادر الحدث أضافت أن الوفد المصري سيطرح مقترحات تتعلق باليوم التالي لانتهاء الحرب، وتنص على بند يتعلق بإدارة مدينة غزة تشرف عليها السلطة الفلسطينية. هذا وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة وجود إرادة سياسية لإيقاف الحرب في غزة، في حين عبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عبر عن أمله في أن يمتد أثر وقف إطلاق الاتفاق لبنان إلى غزة. توافقنا مع دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية على الأهمية البالغة للوقف الفوري لإطلاق النار والجدية في وضرورة توفر الإرادة السياسية لسرعة إنجاز الصفقة التي تضمن إطلاق سراح الرهائن وتحقن دماء الشعب الفلسطيني. تناولنا اتفاق الهدنة في لبنان بين لبنان وإسرائيل، ونعرب عن أملنا أن يسفر هذا الاتفاق إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، وأن أيضا يمتد بظلاله على قطاع غزة، وأن يؤدي ذلك للوصول إلى اتفاق في قطاع غزة وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية في أسرع وقت ممكن. قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يمكن أن يمثل بداية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة. وخلال رسالة بعثها إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اعتبر سلامي أن إسرائيل لم تقترب حتى من تحقيق أي من أهدافها في الحرب ضد حزب الله على حد تعبيره. من القاهرة ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية يسري عبيد. سيد يسري صباح الخير، أهلا بك معنا. فقط لنفهم من حضرتك بداية أن المقترح الذي يحمله الجانب المصري إلى إسرائيل هو ذاته المقترح الأمريكي أم هو مختلف؟ في بداية تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. أعتقد أن المقترح المصري الذي سيقدمه الوفد الأمني في قطاع غزة يعتبر قريب للغاية من المقترح الأمريكي. الرئيس بايدن قال في خطاب إعلان وقف إطلاق النار في لبنان إنه سيعمل مع كل من مصر وقطر وتركيا على صيغة اتفاق للهدنة في قطاع غزة على غرار الاتفاق في لبنان. وبالتالي أعتقد أن الوفد الأمني المصري يحاول أن يقدم حلول واضحة للنقاط التي كانت عالقة في الاتفاقات والمحاولات السابقة، وهي اليوم التالي في قطاع غزة وإدارة حركة حماس لقطاع غزة بعد نهاية الحرب، والتفاوض على ربما على عدد المحتجزين الموجودين لدى حركة حماس، وشرط أن تبتعد حركة حماس عن إدارة قطاع غزة بعد نهاية الحرب. طيب، هو في الطرح سيد يسري، أعذرني على المقاطعة، مشابه للمقترحات السابقة، ما الذي يميز هذا المقترح هذه المرة ليكون مقبولا من الجانب الإسرائيلي لوقف الحرب أو على الأقل هدنة في قطاع غزة؟ أعتقد أن المختلف هو المتغيرات والظروف الجديدة التي حدثت. أعتقد أن حركة حماس ليست لديها خيارات كثيرة للموافقة على أي اتفاق خلال الفترة المقبلة، وبالتالي الكرة ستكون في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نتنياهو استطاع بالاتفاق مع لبنان ومع حزب الله أن يفصل الجبهات وأن يفصل جبهة لبنان عن جبهة قطاع غزة، وهو كان الهدف الأساسي للحرب في الشمال أن يتم إبعاد حزب الله عن مساندة قطاع غزة ومساندة حركة حماس في القطاع.
وبالتالي حدث له هذا الآن بعد الاتفاق في جنوب لبنان، وبالتالي حركة حماس الآن أعتقد أنها ليست لديها الكثير من الخيارات للموافقة على أي اتفاق لا. الفترة المقبلة، لأن الجيش الإسرائيلي طيب. ربما سيوجه جميع ربما أو كل قواته الآن ناحية قطاع غزة، وسيمارس أقصى الضغط على حركة حماس للقبول بوقف الإطلاق النار طيب. ربما يكون وفقا للشروط الإسرائيلية وليس وفقا لشروط حركة حماس. هذا بالنسبة لحماس، ماذا عن إسرائيل؟ هل يمكن للسخط الشعبي الآن في الداخل الإسرائيلي الشعبي تجاه نتنياهو بسبب إبرامه اتفاق مع لبنان، يمكن أن يضغط على نتنياهو هذه المرة لإبرام صفقة في غزة وإعادة الرهائن أو جزء منهم لمحاولة تهدئة الشارع الإسرائيلي؟ أعتقد أن بنيامين نتنياهو لن يوافق على أي اتفاق قبل مجيء إدارة الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب. نتنياهو سيحاول كسب الوقت، سيحاول أن يماطل. أعتقد أن شروط نتنياهو لهدنة لن توافق شروط حماس في هذا التوقيت، وبالتالي هو سيعمل على أن يمر الشهر والأيام القليلة المقبلة قبل مجيء إدارة الرئيس دونالد ترامب بالضغط عسكريا بشكل كبير على حركة حماس. رأينا تصريحات رئيس أو مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بالأمس، قال إن كل الضغط العسكري سيتجه الآن إلى قطاع غزة للضغط على حركة حماس للقبول بالشروط الإسرائيلية، وبالتالي لا أعتقد وربما أستبعد أن يتم التوافق على وقف إطلاق النار قبل مجيء إدارة ترامب. نتنياهو يريد استمرار الحرب إلى أقصى مدى ممكن لأنه في مصلحته الشخصية ومصلحة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وأعتقد أن هناك عناصر في الحكومة الإسرائيلية مثل بن غفير وسموتريتش لن توافق على أي اتفاق دون أن يقضي هذا الاتفاق على القضاء على حركة حماس وإبعادها عن حكم قطاع غزة بالكامل، وبالتالي أعتقد أن هذا غير ممكن في الأيام أو الأسابيع المقبلة قبل مجيء إدارة ترامب. ربما نتنياهو يراهن على ما الذي ستغيره إدارة ترامب سيد يسري؟ لماذا يعول نتنياهو على الحكومة الأمريكية الجديدة؟ وسبق وسمعنا من قال أنه نتنياهو لا يبرم صفقة لإيقاف الحرب في لبنان إلا في ظل قدوم الحكومة الجديدة، لكنه فعلها مع حكومة جو بايدن منتهية الصلاحية. أعتقد أن إدارة جو بايدن مارست ضغوط كبيرة على لبنان وعلى حزب الله للموافقة على وقف الإطلاق النار، وأعتقد أن هذه الضغوط ربما أدت في النهاية إلى تنازل الحزب عن شرط كبير وهو وقف الحرب في قطاع غزة قبل وقف الحرب في لبنان. أعتقد أن هذه ربما هذه الإدارة ستكون غير قادرة على ممارسة ضغوط كبيرة على نتنياهو، لأن نتنياهو لن يستطيع الحصول على شروط كبيرة من حركة حماس مثل أن تتعهد الحركة بعدم حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، أن تقوم الحركة بتسليم المحتجزين الإسرائيليين لديها بكل أريحية، ولكن أعتقد أن الظروف مختلفة بالنسبة لقطاع غزة عن لبنان. نتنياهو يرى الآن أن لديه ربما متسع من الوقت لممارسة ضغط عسكري كبير على حركة حماس للقبول بالشروط الإسرائيلية، وإذا وافقت حماس على الشروط الإسرائيلية فأعتقد أن نتنياهو لن يتأخر وسيرحب لأنه سيعتبر انتصار طيب. كبير له. ماذا عن موقف إيران بشكل سريع سيد يسري؟ سيسهل أو سيضغط على حماس لإبرام صفقة؟ وإن كانت ليست بالشروط التي كانت تطمح لها حماس سابقا؟ أعتقد أنه بعد موافقة إيران على صفقة بين حزب الله وبين إسرائيل أعتقد أنها ستمارس ضغوط على حركة حماس للموافقة على اتفاق أيضا في قطاع غزة. ربما تريد طهران تبريد الصراع مع إسرائيل قبل قدوم إدارة ترامب نظرا للعداء الشديد بين هذه الإدارة وبين طهران، وبالتالي تتفادى أي تصعيد مقبل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جانب وبين طهران من جانب آخر، وبالتالي هي تحاول ربما أن تقدم قرابين للرئيس دونالد ترامب بأنها تستطيع تبريد الصراعات في المنطقة والتأثير على حلفائها في المنطقة سواء حزب الله أو حركة حماس. شكرا جزيلا من القاهرة الباحث في العلاقات الدولية يسري عبيد، شكرا لك. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانا دستوريا يقضي بموجبه بتولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئيس السلطة مؤقتا، وذلك في حال شهور المنصب لحين إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 90 يوما كحد أقصى بحسب ما ينص قانون الانتخابات الفلسطينية. ويشغل منصب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني حاليا روحي فتوح.
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل نحو 100 عنصر من قوات الجيش السوري وهيئة تحرير الشام النصرة سابقا والفصائل المسلحة في ريف حلب. وقال المرصد في بيان إن العملية التي أطلقت بمساندة فصائل مدعومة من تركيا في منطقة ريف حلب أسفرت عن مقتل 44 عنصرا من هيئة تحرير الشام و16 من الفصائل. وأوضح البيان أن العمليات أسفرت أيضاً عن مقتل 37 عنصراً من قوات الجيش السوري بينهم ما لا يقل عن 4 ضباط برتب مختلفة. وذكر المرصد أن هيئة تحرير الشام والفصائل تواصل تقدمها في ريف حلب الغربي وتمكنت من السيطرة على 21 قرية وبلدة في أقل من 12 ساعة منذ بدء العملية بعد معارك واشتباكات عنيفة مع قوات الجيش السوري. وأضاف المرصد أن طائرات الجيش السوري شنت أكثر من 30 غارة استهدفت مواقع مدنية وعسكرية في منطقة بوتين أردوغان. وبالتزامن مع التصعيد مع قوات سوريا الديمقراطية قسد وبدء هيئة تحرير الشام هجوما على مواقع الجيش السوري في حلب، دفع تركيا بتعزيزات عسكرية مكثفة إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة قواتها وفصائل ما يسمى الجيش الوطني السوري الموالي لها في حلب، حيث دخل رتل عسكري تركي من معبر السلام الحدودي في شمال حلب إلى النقاط التركية المنتشرة في المنطقة، وفيه شاحنات محملة بأسلحة ثقيلة ودبابات وآليات إلى النقطة التركية على أطراف بلدة مريمين شمال حلب. وقبلها وصلت الثلاثاء الماضي تعزيزات تركية إلى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة خفض التصعيد عبر معبر كفر لوسين الحدودي، ضمت نحو 50 آلية معظمها مدافع ودبابات، وتمركزت في قاعدة قريبة من خطوط التماس مع مناطق سيطرة الجيش السوري. من ريف حلب ينضم إلينا مراسل الحدث محمد الأشقر. محمد أهلا بك معنا، تفاصيل أكثر حول هذه العملية وإن رشحت أي أسباب حول توقيتها تحديدا. نعم، يعني حقيقة لليوم الثاني على التوالي تستمر الاشتباكات والمعارك من ما أطلقته فصائل المعارضة السورية يوم أمس من معركة اسموها رزع العدو. اليوم ساعت فصائل المعارضة وهاجمت في إدلب الشرقي وتمكنت من السيطرة على قرية داديخ وتلة داديخ الاستراتيجية شرق إدلب. أما في ريف حلب فتوصل فصائل المعارضة تقدمها على حساب الميليشيات الإيرانية والنظام، حيث تمكنت من السيطرة على أكثر من 32 قرية ومنطقة في ريف حلب، وباتت على بعد ما يقارب 10 كيلومترات عن قلب مدينة حلب. ما تزال المعارك جارية حتى الآن محمد؟ نعم يعني حقيقة المعارك على أشدها في أكثر من محور، سواء كان ريف حلب الغربي أو حتى في ريف إدلب الشرقي. آخر ما أعلنته إدارة العمليات العسكرية هو عن كونهم من أسر عنصرين تابعين للميليشيات الإيرانية في الصوت يتقطع. طيب سأسألك، لا أعلم إن كان جوابك سيكون بشكل واضح أو لا، الصوت يتقطع يا محمد. الجيش السوري يواجه هذه الفصائل بشكل منفرد أم دخل على الخط الدعم الروسي؟ يعني حقيقة هذه المعركة هناك عناصر تابعين للميليشيات الإيرانية تقاتل في محاور الاشتباك، بالإضافة لدخول
القوات الروسية. هناك أكثر من غارة جوية روسية شنتها الطائرات الروسية يوم أمس. إلى اللحظة تواصل الطائرات الروسية استهداف مواقع سواء كانت عسكرية بالقرب من خطوط التماس أو حتى مدنية. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات من ريف حلب، مراسل الحدث محمد الأشقر. الله ينصره. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها وزيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. أعود ألتقيكم بعد ساعة من الآن، وزميلتي ميس الحربي تلتقيكم بعد دقائق.